قدم مزارع فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نظاماً للتدفئة يعمل بمخلفات الزيتون، مما يساعد مكابس الزيتون على التخلص من النفايات التي لا فائدة منها، ويوفر للمزارع بديلاً أرخص للمدافئ التي تعمل بالديزل. وابتكر حكم كتانا نظام التدفئة هذا وقام بتطويره على مدار السنوات الماضية، بحيث يمكن للمدفأة أن تغطي مساحة نحو 1000 متر مربع، ويقول إنه أصبح بالإمكان بيع مخلفات الزيتون وشراؤها بدلاً من التخلص منها.